انا يلا خرجت على طليت من الشرجم تيبانوا لي البوليس هنايا مجموعين على الجثه هنايا صافي جبدوا شي حوايج واقيله دياوله يمكن تكون مسطيه كتجمع جامع الحوايج المهم الحوايج جبدوا الالوان ديال الحوايج دياوله هنايا فوق راسها تيصوروا في داكشي لا لا بان لي الساكيت خشوها فيه كامله الشاكوش داك الساكيت اللي كيخشيو فيه مخشيه كامله خويا الميت ملي تيموت راه كيتجبد ما تقدرش تحكم انا ما نضرش انا قلت قدرت تكون مسطيه مسكينه دوك اللي كيدوروا ومسكينه شدتها الموت وجات تمايا تكمشت ماتت ما نقدرش نقول واش غنقول لك راه المغرب كله خطر العالم كله راه اي بلاصه مشيتي لها راه كاين فيها الخطر الشيء من اللي ما خدمتش كان تحيد بقى الارض ماطيه هذه مخلينها مشوهه كل شيء هذه مشوهه كل شيء هذه الحفره هذه اللي لعبه دور في هذا الشيء كل شيء كون كان الارض بهذا ما كاين لا حفره لا والو ما غادي يكون حتى حاجه الاساس غيكون مرحبا واخا يكون واخا يكون الاساس واخا ما يكونش غادي تكون الارض مقاده وكل شيء مقاد ومخلينا هذه 16 عام وهي حفره بحال هكا ما خدمت ما 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 ما, ما صوبوها راه ما يمكنش هاد المسؤولين فينا هما وكل كانت شي كروسه ديال شي واحد مسكين كيدبر على راسه كره جا وقلبها لي وداو لي الميزان تيمشي يدور على الميزان عاد يجيبو هادي راه مزيانه وهاد هادشي الشوهه وهاد هاد هاد الربيع وهاد هادشي راه ما خصوش يبقى راه ما دايرين فيه والو هاد المسؤولين الله يستر وصافي هاد البلاد ديالنا زينه وماليا على راهم خايبين راه لي مسؤولين راه ما كاينينش كاينين اللي كيبغوا الكرارس واخا راه يجيو ليهم كرارس البرنوسي سيدي مومن كل شيء كيتجمع يجي يقلب لي الكروسات ديال الميزان تيدور معاك عاد عطيه الميزان شكون اللي غادي يدوز بالليل شكون اللي يدوز بالليل حتى واحد ما كيدوز بالليل حتى واحد ما كيدوز والو ما كيدوز حتى واحد سمعتي مصيبه كاينه هنا سمعنا قال لك مراه ماتت داوها ما عرفناش يقول لك مقطعاش يقول لك ما مقطعاش شي يقول لك راه مره كبيره ميته ومريضه ولا شنو هي صافي هادشي اللي كاين واخويا ما نقدر نقول لك حنايا كنا كنطلوا من البلكونه شفنا الصطافي دخلت هنايا مع ديك العشره 9:30 بانوا لنا دخلوا هنا الشرطه العلميه داكشي لما هبطنا قالوا شي مراه دابحينها ودايرينها في الشكار ديال الكناسه بعدين جات الشرطه العلميه هزتها وتوكلوا على الله هادشي اللي كاين غير هادشي راه وما نكذبش عليك هادشي راه هنا خطر بالنسبه لهادشي راه خاصو يكون ليه حل عندنا ولادنا وعندنا بناتنا وعندنا بنات بناتنا هادشي راه ما خاصوش يكون ما نقدروش نحكموا هي في شكاره امو كيقولوا مقطعه باش عرفنا مسطيه ولا اختي ولا امك ولا امي ولا باش غنعرفوا اللي كاين الله اعلم هادي ما نقدروش نحكموا على ولدي اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزياره موقعنا www.masinktv.ma